السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في بعض الناس امبارح في الرسائل بتقول لي انت ليه ما بتتكلمش عن اعداد المدنيين اللي في غزة اللي ارتقوا الى رب، تمام، وصلوا 15500، ها وبعدين ربنا يرحمهم ويسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة ويلحقنا بهم على خير يا رب العالمين. لكن انا ما بكلم حضرتك، بكلم حضرتك عن المعادلة عسكريا، المعادلة عسكريا، بكلم حضرتك عما يقوله الإعلام الإسرائيلي بنفسه، الإعلام العبري، عن صحيفة هارتس الإسرائيلية، الصحيفة المعارضة اللي بيحاول نتنياهو وبيحاول بن غفير وزير الأمن القومي إن يقفلوها. بكلم حضرتك عن وضع الجنود الإسرائيليين، بكلم حضرتك عن الأوضاع اللي هم بيعيشوها بجد، عن الأوضاع الغايبة، عن اللي هم الإعلام، إعلام أغلب إعلامهم مش عايز يعرضها. أي نعم هناك بعض الإعلام بيعرضها زي قناة 12، القناة 13، القناة 14، صحيفة هارتس، في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفعل بتعرض جزء وليس الكل من حقيقة ما يحدث لجنودهم. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال النهاردة، هل الإعلام الإسرائيلي الداعم لنتنياهو اتكلم النهاردة عن أكتر من 15 جندي وضابط النهاردة في حي الشيخ رضوان واللي حصل لهم؟ 15 جندي وضابط على مقابر كريات شاؤول النهارده، 15 جندي وضابط. هل الاعلام الاسرائيلي تكلم عن هذه الجزئيه؟ شوفوا يا جماعه، اللي متابع احداث غزه من يوم 7 اكتوبر، يعني بعد 3 ايام من شهرين بالظبط، اللي متابع احداث غزه ركز كويس، كل ما تشوف اسرائيل بالطيران بتتوحش تاكد ان هناك هزيمه عسكريه على ارض الواقع قولا واحدا. يعني اللي حصل على سبيل المثال امبارح مثلا في مخيم جبليا مثلا، يعني على سبيل المثال، قبل منه بساعات شوف اللي حصل للاسرائيليين ايه في حي الزيتون او في بحر الديك، شوف اللي حصل لهم ايه لما يكون اكتر من 60 عسكري وضابط بالسلامه ولا من غير سلامه خالص، 60 عسكري وضابط اسرائيلي في مشهد واحد، في مشهد واحد. ده غير مشهد النفق، النفق المفخخ اللي دخلوا النفق وقال لك يا دخلنا النفق وصلنا رفعنا العلم، هوب دخلوا النفق ما خرجوش تاني لغايه دلوقتي. فكل ما تشوف اسرائيل بتعمل ده في المدنيين، اللي هو المدني تاني بدايه الفيديو، بنحزن ارتقوا الى ربهم، نسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم جميعا على خير، جميل جدا اهو تمام. لكن المدني بالنسبه للمعادله العسكريه صفر، ما لم ترفع راية الاستسلام كما فعلت اليابان. يعني لو حضراتكم حابين تقروا تاريخ صح، راجعوا الحرب العالمية الثانية وشوفوا يا جماعة، اليابان لو ما رفعتش راية الاستسلام بسبب هيروشيما وناكازاكي واللي حصل فيهم، اصلا اليابانيين كانوا هيدخلوا امريكا، خلصت امريكا دي كانت هتحتصكم. لكن اليابانيين ساعتها بالمناسبة بس ما كانش عندهم اجهزة استخبارات، فما كانوش يعرفوا ان امريكا كل اللي تملكه قنبلتين ثلاثة نوويتين، يعني اصلا كان امريكا القنابل اللي تملكها استخدمتها خلاص تمام. فلو اليابانيين ما رفعوش راية الاستسلام هم كان دخلوا امريكا، كان دخلوها ووصلوا خلاص، انما رفعوا راية الاستسلام فخلاص. رفعوا راية الاستسلام ليه؟ علشان اللي حصل في المدنيين، فرفع راية الاستسلام دي خلاص، ده دي تعني الهزيمة. الرجالة في القطاع رفعت راية الاستسلام؟ ما رفعتهاش. بكلمك النهارده عن ازيد من 8 دبابات، فين؟ انا لما بقول لك عن 8 دبابات انا مش بكلمك عن جنوب القطاع اللي هو لسه ما حصلش فيه اللي حصل في الشمال، ده 8 دبابات في شمال القطاع اللي هو اولى الاماكن اللي بدا فيها التوغل البري الاسرائيلي وقال لك سيطرنا. دي مجموعه من الدبابات بقى. ده بس مجموعه من الدبابات غير عدد الجنود اللي النهارده واللي حصل ليهم. فعمر المدني ما كان معادله عسكريه ان لم تكن حضرتك رفعت رايه الاستسلام. ضغط اللي بيحصل ناحية خان يونس لما يقول له للسكان تحركوا من الشمال للجنوب، طب السكان سمعوا الكلام وتحركوا من الشمال للجنوب. النهارده شوف بيحصل لهم في الجنوب، فين الجيش المصري اللي قال عن سرت خط احمر، سرت اللي بتبعد عن مصر 1200 كيلو قال عنها خط احمر، بينما غزه اللي بتبعد عن مصر 8 متر، 8 متر او متر او 2 متر امتار قليله غزه بتبعدها عن مصر، ما خرجش خط احمر لغايه النهارده. كل ده مخطط مرسوم، كل ده مخطط مرسوم. فاللي بيحصل على المدنيين نعم طبعا بنحزن عليه، بس تكون على يقين انك هتدفع فاتوره. سكوتك على اللي بيحصل ده، اوعى تفتكر لا احنا خرجنا مره ولا مرتين مظاهرات في مصر خلاص، لا يا حبيبي احنا منبطحين، احنا نزلنا مرتين ثلاثه وشكرا يا رجاله، سلام عليكم، خلصنا عايز، احنا كنا جايين نعمل الواجب؟ لا، فين انت؟ دي حدودك، انت اول شيء واول شخص
مفترض تكون مهتم بهذه القضية، ففين حدودك؟ ولا أي حدود ولا أي بتاع. فالمقصد يعني يا جماعة سيبوكوا بقى من كلام قناة العربية وسكاي نيوز يقول لك إيه اللي جانيتهم؟ إيه اللي جانوهم؟ اللي عملوهم 7 أكتوبر؟ إيه اللي جانوه؟ مش عارف الإماراتيين، كل التحية للشعب الإماراتي، بس النظام الإماراتي عايز الكل منبطح زيه، يتاخد منه 3 جزر مثلا مثلا، ويرفع رأي إيدك لفوق ويعمل نفسك معلش، وما تسترجلش على اللي خد منك الثلاث جزر. أمال تسترجل على مين؟ استرجل على اليمنيين، الناس اللي أصل العرب ومنبتهم، استرجل عليهم ودعم كل المؤامرات على اليمنيين. فهم عايزينك تبقى النظام المصري عايزك تبقى منبطح. ازاي؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ كنت ترضى باللي حصل فيك وخلاص، زي ما مصر مثلا انبطحت ورضت ان ايلات تتاخد منها اللي هي ام الرشراش، وفرطنا فطران وصنافير، والجيش المصري العظيم، القيادات العظيمه، اهم حاجه الهشك بشك، واهم حاجه الاقتصاد والمليارات اللي بناخدها. النظام السعودي عايزك تبقى منبطح، قعد 10 سنين في اليمن يعمل اللي يعمله، واخد على عينه في الاخر ما حققش كان تحقيقه في اللي بيعمله في اليمن، سالب 500 نجاح، سالب 500، انت معايا؟ سالب 500. فهؤلاء عايزينك منبطح منبطح، والحقوق لا تؤخذ الا كده الا كده. فانت لما تيجي تقارنها ما تقارنهاش مدني بمدني، زي ما قلت لحضرتك، لو مدني بمدني اليابان كادت ان تنتصر على امريكا لولا انها رفعت رايه الاستسلام. بس خلصت، انت رفعت الرايه في القطاع ما رفعتش خلاص. شوف النهارده النجاحات اللي بيعملوها، انا ما عدتهاش لحضرتك كلها في اول الفيديو. شوف النهارده واللي اتعمل فيهم في خان يونس، شوف النهارده واللي اتعمل فيهم في الشيخ رضوان، شوف النهارده واللي اتعمل ليهم في مخيم الشاطئ، شوف النهارده واللي اتعمل ليهم في بيت لاهية. ولما اكلم حضرتك عن جحر الديك تاني وعن بيت لاهية، دول اول منطقتين دخل فيهم توغل بري ويحصل فيهم كده، يعني معناها ان هم صفر نجاح، صفر. فلما تشوف مشاهد المدنيين، حقك حقك انك تحزن وتزعل وتترحم عليهم، ونسأل الله عز وجل ان يأخذ لهم حقهم، جميل جدا. لكن ما تبصش من المنظور المدني، بص من المنظور العسكري. من المنظور العسكري ما الذي حققته اسرائيل؟ ماذا يقول الاعلام الاسرائيلي؟ ماذا يقول الجنود الاسرائيليين؟ ماذا يقول المسؤولين الاسرائيليين؟ ما هو وجه نتنياهو وهو طالع على الشاشة امام حضرتك؟ كلها هزائم، صح كده؟ خلاص، يبقى هم عسكريا ما حققوش ادنى درجات النجاح، بل بالعكس بيطلعوا فشلهم العسكري وبيطلعوا الهزائم اللي بيتلقوها واحده تلو الاخرى على المدنيين اللي لا حول لهم ولا قوه، واللي في يوم من الايام حقهم راجع راجع لا محاله. لان يا جماعه يا جماعه، لما يكون واحد واخد منك حقك وحاولت معاه 100 سنة ولا 70 سنة مفاوضات، رفض يديك حقك، بل بيستمر ان ياخد منك جزء من حق من حق اخر، جزء في جزء، زي ما اسرائيل بتعمل. هؤلاء مقتنع انك ممكن تعملهم بمفاوضات والحب زي محمود عباس والكلام ده؟ لا يمكن. امال يتعاملوا ازاي؟ انك تاخد حقك كده، وعشان تاخده كده لابد من تضحيات، واللي بيحصل ده هو ده التضحيات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.